هل يجوز الاعتكاف لمدة 3 ساعات في المسجد؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، ولك وجه. أما الوارد عن الرسول فعاد الرسول ما أعلم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. في الليلة، لكن ساعات، الذين يقولون إن الاعتكاف طول المكث ولم يرد عن رسول الله تحديد لقدر هذا الاعتكاف، فله ذلك، له ذلك، لأن هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون.